حضرتك هشام محمد علي، مواليد مصر، نعم، 27 سنة، أعمل لدى محل أبو هاشم لشاولي الأسماك، شعبية 10، محمد بن زايد. نعم. نتكلم عن هذا المحل أبو هاشم، يعني متى تم تأسيسه هذا المحل؟ يعني والله هذا المحل يعني كان معنا من 2003، وكنا يعني كنا شغالين في مكان تاني، وبعدين رجعنا 2013. نعم. وتم الحمد لله افتتاحه وشغال معنا كويس الحمد لله. نعم. نتكلم عن الخدمات اللي بتقدمونها من داخل هذه المسألة. يعني خدماتنا كلها، يعني كل سمكنا فريش، كل سمكنا بيجي من المينا، بيجي من دبي. يعني طريقة الشغل اللي حضرتك بترغب فيها، إن كان زيت وليمون، كان صوص، إن كان ملح عربي، ملح كمون، كل الأصناف اللي بتيجي في حضرتك، شوربات، سيفود، كله موجود إن شاء الله. هذه السمعة والشعبية العالية اللي اكتسبتوها، يعني كيف جاءت هذه الشعبية؟ والله دي جت يعني الفضل بعد ربنا. والدي يعني هو أستاذ في الأسماك وكده وطريقة الشغل. نعم. فالحمد لله. يعني نتكلم شوي، نعرج عن والدك، يعني أكيد زي ما أقول لك فرخ البط عوام، يعني أنتم ما شاء الله عليكم، يعني كان الصفات اللي أخذتها من والدك، يعني أخذت الصفات من والدي، أخذت منه يعني أن الواحد يكون أمين ويكون راجل في المكان اللي واقف فيه، وما يحاولش ان هو يعني يظلم حد معاه. نعم. ويكون شغال بصدق وامانه وكل شيء. وانواع السمك بتجيبوه فريش طازه يوميا؟ يوميا من المينا، ساعات بنزل دبي اجيب يوميا ان شاء الله. وآليه التوصيل، في هون عمليه توصيل، في دليفري موجود، موجود كل مكان موجود. والاسعار كيف الاسعار؟ يعني الاسعار المناسبه اللي هي ماشيه في كل مكان، يعني متناوله في كل حد. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. شفت يا زمان. هل من رؤية مستقبلية لكم إن شاء الله، يعني بعد 5 سنوات أو 2 سنين أنكم تفتحوا فرع ثاني في إمارة ثانية؟ إن شاء الله ده قبل كده بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله ده قبل كده. أستاذ، يعني نتكلم شوي عن نعمة الأمن والأمان يعني في دولة الإمارات، يعني كيف بتجد الأمن والأمان في هذه؟ يعني والله هو بكل أمانة، أنا والدي هنا من كمان من 93، ويعني إحنا ما بعدناش كتير عن مصر. يعني من زمان هو والدي يعني بيفضل الامارات عن اي دوله تانية، فهي الحمد لله احنا مش حاسين باي حاجه، الامن موجود فيها ومفيش اي خوف يعني. ورسالتك الى شيوخنا وحكامنا دوله الامارات، يعني شو بتحب توجه لهم عبر قناه سماحه؟ يعني ربنا يديهم الصحه وطول العمر ان شاء الله، ويفضلوا في تقدم كده، ويحافظوا على البلد زي ما هم شغالين، وربنا معهم باذن الله. ونحدد عنوان المسمكي تحديدا وارقام الهواتف. يعني العنوان بالظبط ابو ظبي محمد بن زايد، شعبيه 10. وهل من رساله اخيره عبر القناه؟ يعني بشكر دوله الامارات على الدعم اللي هي بتقدمهم لنا، والحمد لله يعني كل شيء.